الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. سبحانه سبحانه، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، قهر الفناء، قهر الزمان بالأولية، وقهر الفناء بالآخرية، قاهر فوق عباده، لا يحيطون به علما، وهو بكل شيء محيط، فوق كل تصور، إذ كل تصور مخلوق والله خالق، فكيف يدرك المخلوق الخالق؟ هذا محال، ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. كان سبحانه وتعالى موجود بلا مكان قبل خلق المكان، وهو على ما عليه كان، لا يطرأ عليه تغير، طرق التغير علامة الحدوث، والله قديم لا يتغير، دائم باقي لا يزول. خلق الخلق ليعرفوه وليظهر أثر كرمه وربوبيته، فالربوبية تقتضي المربوب، والخالقية تطلب المخلوق، والرازقية تطلب المرزوق. فما خلق الخلق إلا لينفس عن أثر صفاته فتظهر في الأكوان سبحانه وتعالى. فما كانت الأكوان إلا محل ظهور أثر الصفات والأفعال، يفعل ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته، هو على كل شيء يريده قدير سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، والأمر موجه في كن للمعلوم المعدوم، فيكون موجودا بعد كان معدوما. فكل الأكوان لها علم في علم الله قديم، ولكن وجودها الخارجي حادث، فلها وجه قديم بتعلق العلم به، ووجه حادث بتعلق الإرادة بالظهور بها. ولذا توجه الأمر، إنما إذا أراد أمرا أن يقول له، له هذا الضمير يعود على الأمر، وكأن الأمر له وجود، يتوجه له أمر، وهذا الوجود وجود علمي في علم الله، ليس عدما محضا، بل هو عدم من حيث الظهور، وليس عدما من حيث العلم. ولذا من قال من بعض طوائف الفلاسفة، وذهب إليه بعض طوائف المعتزلة من قدم العوالم، إذا أردنا أن نصحح هذا المفهوم، قدم العوالم من حيث العلم بها، لا من حيث وجودها في الخارج. أما العوالم كلها فهي حادثة موجودة، ولا تحدث ولا توجد إلا إذا تعلقت الإرادة على وفق المعلوم المراد إيجاده، فتأتي إلى القدرة لتخصصها، فيخرج المعدوم المعلوم المراد إيجاده على وفق علم الله سبحانه وتعالى. فالإرادة صفة تخصيص، والقدرة صفة عامة تعم كل ممكن وكل مراد، ولكن ليس كل مراد يكون له وجود، فقد يريد ما لا يوجد سبحانه وتعالى، قد يريد ما لا يوجد، كما أراد إيمان الكافر ولا يوجد إيمان الكافر في الواقع. لماذا؟ لماذا تتخلف الإرادة أحيانا عن الوجود لوجود التكليف والاختيار؟ وجود التكليف والاختيار يكون سببا في تخلف الإرادة عن ظهور أفعال العباد. فالله أراد للعباد كلهم أن يؤمنوا، ولكن منهم كافر ومنهم مؤمن،
لأنهم اختاروا، فمنهم من اختار الكفر فأعطاه الكفر لأنه كريم، ومنهم من أراد الهداية فأعطاه الهداية فهو كريم. يعطيك أيها المكلف ما تريد وما تختار. فقد أعطى إبليس الغواية وأسبابها لأنه طلبها، وأعطاه العمر المديد الذي يشمل الدنيا وقد طلبه. فالله سبحانه وتعالى يستجيب للعباد: ادعوني أستجب لكم، مطلقا مطلقا، ولكن إذا كنت موفقا لا يستجيب لك إلا فيما ينفعك. وإن كان الإنسان مخزولا يستجيب له فيما ينفعه وفيما يضره، كما كان مع إبليس. فالله يستجيب، يستجيب: ادعوني أستجب لكم مطلقا، لكن يقيدها أحيانا التوفيق، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فسبحانه سبحانه يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو يفعل في ملكه، والمالك لا يسأل عما يفعل ويتصرف في ملكه إذا كان حكيما. متى تسأل المالك في تصرفه؟ إذا كان سفيها. فأحيانا تحجر على السفيه في ملكه فلا يتصرف لسفاهته، ولكن الله حكيم وحكمته تمنع ظهور السفاهة. والأمر كله بحكمة وبتدبير، ومن ورائه حكيم خبير. ولذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه، لأنه يفعل في ملكه، ويفعل في ملكه بلطفه، ويفعل في ملكه بحكمته، ويفعل في ملكه بإرادته. فالله لا يتصور في حقه الظلم، فإن الظلم هو التصرف في ملك الغير بما لا يجوز، والله يتصرف في ملكه. وكلنا في الفاتحة في كل صلاة نقول: مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، قراءتان. فالمالك يتصرف والملك يحكم، فهو متصرف وحاكم في آن واحد. فالقراءتان كل قراءة تأتيك بمعنى: مالك يوم الدين فهو يملكه فله حق التصرف، وملك يوم الدين فهو يحكم في ملكه، لأنك قد تملك ويحكمك حاكم وقوانين تؤيد وتقيدك في تصرفك في مالك. لكن إذا كنت مالك وملك لا يقيدك قيد. ولذا في قراءة الفاتحة: مالك يوم الدين، وقراءة الأخرى: ملك يوم الدين، قراءتان متواترتان، وكل قراءة تعطيك معنى جديدا. فلا تكرار، فالتكرار علامة الإفلاس. والله غني سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائل الغر المحجرين وشفيع المذنبين، أول المسلمين، أول العابدين، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول شافع، أول مشفع، أول نبي، كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. فهو الأول في كل شيء، وفي كل صفة حميمة، وفي كل صفة حميدة، وفي كل صفة كاملة، وفي كل صفة جميلة. فكل جمال وكمال يقاس به، فهو معيار الجمال والكمال صلى الله عليه وآله وسلم. فالجمال يوصف بأوصافه، والكمال يوصف بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت لا تحكم بالكمال المعقول في عقلك على أفعال حبيبك، بل أفعال حبيبك هي رمز الكمال، وهي معيار الكمال، وصورة حبيبك هي رمز الجمال ومعيار الجمال. فكل ما اقترب من صورته كان جميلا، وكل ما اقترب من أفعاله كان كاملا حميدا صلى الله عليه وآله وسلم. والأولية باعتبار روحانيته، لا باعتبار ظهور بشريته. فهو في ظهور بشريته خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. فله اعتبار روحاني، رحمة للعالمين، سبق العوالم حتى يمد العوالم، فتخرج عند تعلق الإرادة
بخروجها من العلم المعدوم إلى الموجود في الخارج، فهو صلى الله عليه وآله وسلم البرزخ بين العدم والوجود وبين البطون والظهور، البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين القاهرية والرحمية. فإن القهر يمنع ظهور سوى الله في وجود الله، والرحمية تقتضي ظهور المخلوق ليستفيد بصفات خالقه، بظهور المربوب ليستفيد بصفات مربوبه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم باعتباري أنه رحمة للعالمين هو البرزخ بين ذلك كله، بين الوجود وبين العدم، بين الهداية وبين الكفر، بين العلم وبين الجهل، بين كل قبيح وكل مليح صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، عبد الأول باعتبار أحمديته، عبد الآخر باعتبار محمديته، عبد الباطن باعتبار روحانيته، عبد الظاهر باعتبار بشريته وأسوته للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فهو مظهر الأسماء الإلهية الأعظم في الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس، عدد ما وسع علم الله، وعلى آله الكرام وعلى صحابته الأطهار، ونخص من بينهم الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وما ولدت إلى يوم الدين، وسائر صحابة رسول الله أجمعين وتابعيهم وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، كلفنا الله سبحانه وتعالى وفي التكليف التشريف، وجعلنا عقلاء حتى نفهم وندرك التكليف، حتى نطبق التكليف، فخلقنا عقلاء مكلفون مشرفون، خاطبنا في عليائه سبحانه وتعالى من خلال الوحي لأنبيائه الذين جعلهم من جنسنا بشر من بني آدم، يأكلون ويشربون ويعيشون معنا ويكلمون وينقلون إلينا خبر السماء، مراد الله منا، لما خلقنا، وما الذي أراده منا، وماذا بعد الموت؟ أسئلة تحير المتحيرين والحكماء والعقلاء، ولا إجابة فيها إلا عن طريق الوحي وعن طريق خبر الأنبياء. لماذا خلقنا؟ وما يريده منا؟ وماذا بعد الموت؟ أسئلة حيرت الحكماء على مر العصور. والله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لنحتار، بل خلقنا ليهدينا. فكان أول بني، أول مخلوق من جنس الإنسان نبي يوحى إليه مكلم، أسجد له الملائكة، أبونا آدم عليه السلام، حتى لا يحير أحد. من البداية الهداية موجودة، من البداية الأب نبي والأم صديقة سيدتنا حواء عليهما السلام، حتى لا يحتار الأبناء ولا الذرية. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لم يتركنا هملا، كل أمة أرسل فيها أنبياء. نحن لا نعلم من الأنبياء المرسلين بالأسماء إلا 25 اسما لأنبياء فقط، لكن لا نعلم باقي الأنبياء. وإن من أمة ما يوجد مجموعة من البشر في مكان ولو ناء من الأرض إلا وأرسل الله لهم فيهم نبي، لم نعلم اسمه
ولم يخبرنا عنه سبحانه وتعالى، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، فلم يترك العباد هملا بل خلقهم ليهديهم وقد هداهم، وليرشدهم وقد أرشدهم، وليكلفهم وقد كلفهم وخاطبهم، ولكن من خلال بعض البشر المؤهلين لسماع الخطاب من الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. لا نعلم من الأنبياء إلا 25 فقط من بالاسم، ولكن عدد الأنبياء جم غفير، كما ورد في حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كم عدد الأنبياء يا رسول الله؟ سؤال لا يعلمه إلا نبي. فقال صلى الله عليه وسلم: جم غفير، 124,000 نبي ورسول، 124,000 تعرف منهم انت فقط 25. يبقى تصدق هذه الآية: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعلم بعض الأسماء ولا نعلم أكثر الأسماء. ولذا إذا سئلت عن اسم لنبي بعث في الأمم السابقة وليس مذكورا في القرآن فما تكون الإجابة؟ إذا قيل لك أرمياء عليه السلام لم يذكر اسمه في وسط أنبياء القرآن، شعياء عليه السلام، وهي أسماء لبعض الأنبياء سمعناها من مؤمني أهل الكتاب السابقين، فماذا تكون إجابتك؟ لا تقول لا أؤمن به لأنه لعله يكون نبي، وأنت مأمور أن تؤمن بجميع الأنبياء ما علمت منهم وما لم تعلم، لابد أن تؤمن بجميع الأنبياء، فإذا قلت لا وكان نبيا في حقيقة الأمر فقد كفرت بأحد الأنبياء وتكون إجابتك خطيرة. وإذا قلت هو نبي على سبيل الجزم فإن علم أهل الكتاب مشكوك فيه، فربما لا يكون نبيا وقد وسمته بالنبوة وكان مدعيا، أو لا يوجد له وجود أصلا وهو اسم تناقلته الناس كأساطير الأولين لا وجود له في الواقع. فما هي الإجابة التي تخرجك من حيرتك إذا قيل لك: هل تؤمن بأرمياء نبيا؟ هل تؤمن بشعياء نبيا مثلا؟ هل تؤمن بدانيال نبيا؟ الإجابة التي تخرجك من هذه الحيرة تقول: إن كان نبيا فأنا أؤمن به. هكذا تكون الإجابة التي تخرجك من الحيرة وتكون مؤمنا على كل حال، فتقول: إن كان نبيا فأنا أؤمن به. ولماذا تقول إن التي تدل على الشك؟ لأنك لا تعلم يقينا أن اسمه من وسط الأنبياء، وأيضا تعلم يقينا أنك لا تعلم كل الأنبياء. هكذا علمنا علماؤنا رضي الله عنهم، حتى تخرج من مغرز أي سؤال يدخلك في فتنة أو في شبهة أو في أمر يكون في القلب منه شيء. عباد الله، جعل الله سبحانه وتعالى الأمانة هي أصل التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وضد الأمانة الخيانة، والله سبحانه وتعالى استخلفنا على ما أعطانا من نعم، استخلفنا على ما في السماوات والأرض، سخره لنا جميعا مستخلفين. وطالما استخلفك وأنت لا تملك فقد أعطاك التصرف على وفق مراده، فإياك أن تتصرف على خلاف مراده وإلا سألك، فإذا تصرفت على خلاف مراده كنت مفسدا في الأرض. وبالتالي الله سبحانه وتعالى استخلفك على جوارحك وعلى عمرك وزمن وجودك، واستخلفك على قلبك فعليك وعلى عقلك وعلى جوارحك كلها التي تدرك بها وتعيش بها وتتحرك بها، فيسألك عن ذلك كله، يسألك عن زمان وجودك، فيما قضيت عمرك وفيما قضيت شبابك، هل ضيعته فيما لا طائل أم استفدت به؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة استخلفك عليها، أعطاك العافية وجعل المرض فترات بسيطة من حياتك،
ولكن العافية هي القاعدة. فالإنسان يمرض في حياته إذا عاش 60-70 عاما، قد يمرض من هذه الأعوام 10 سنين، 5 سنين، 3 سنوات، 20 سنة، لكن لا يستغرق المرض طول عمره، ولكن البعض يستغرق المرض طول عمره فيولد فيه عاهة أو يولد فيه. هؤلاء إذا صبروا على ذلك كانوا من أهل الجنة يعيشون وسطنا، حتى نستفيد بدعائهم المستجاب. فكل من ولد فيه خلل في بدنه أو حواسه، فاعلم أنه لو صبر على ذلك وصحب هذا الخلل بالصبر والرضا طول عمره فهو من كبار أهل الجنة، فاستفد بوجوده وبركته. فما خلقهم وسطنا إلا لنتبرك بوجودهم ونتبرك بدعائهم ونتأسى بصبرهم ونرى فعل الله فيهم. فكم من إنسان فقد حاسة إلا أن الله عوضه بحواس أخرى، ما كان أفضل من من كان هو أكمل منه في الحواس. ونحن نرى كثير ممن فقد البصر وفقد حتى القدرة على الحركة وفقد حتى القدرة على البيان بالكلام، كان سببا في انتفاع الناس به وبأفكاره وبأعماله وبدعواته. فإن لم يكن حتى سببا في ذلك فوجوده محل هبوط الرحمة، لأنما كلما ظهر الضعف ظهر اللطف، فكلما كان أضعف كان ألطف. وكم رأينا من الأسر التي فيها أحد الأفراد عنده نوع من العجز، تجد أن الأسرة كلها مكرمة ومكرمة بسبب هذا العاجز فيهم، فإذا مات هذا العاجز ظهر البلاء فيهم، سبحان الله. وكأن اللطف يأتي على هذا العاجز في دائرة واسعة تشمل كل المحيطين به، فإذا مات ذهب معه هذا اللطف فتظهر بعد ذلك البلايا على هؤلاء. ولذا إياك أن تدجر من عاجز يعيش معك ويكون في كنفك، فربما رزقك من أجله ولطف بك من أجله، وربما أمهلك وأنت تعصاه من أجله كرامة له، وربما كل ما تنعمه في دنياك بسبب نظرة رضا من هذا العاجز له، لأنك تقوم بشأنه وتتلطف به. فسبحان الذي جعل الإنسان يستفيد من أخيه الإنسان، ولو كان حتى أخيه الإنسان ضعيف، فالمؤمن كله خير. لا تظنوا أن إنسان مؤمن ولو عاجز في فراشه لا يتحرك ويخدمه كل من حوله أنه لا خير فيه. اعلم أن الذين يخدمونه مخدومين به في الحقيقة، وممدين به في الحقيقة، ومكرمين به في الحقيقة. وبالتالي لا نتجر من الضعيف، بل الضعيف النبي يقول الضعيف سيد القوم، يعني سيد القوم وسيد الركب، يعني أنت تسير في الركب بسرعة الضعيف. أنت إذا كان ابنك صغير في السن إذا أمسكته بيدك تسير بسرعتك أم بسرعته؟ بسرعة الطفل، فهو الذي يحدد سرعتك. فأصبح الضعيف هو أمير، هو الذي يكون سبب بسبب أن ديننا دين الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا بالضعفاء وبالعجزة وبالمساكين وباليتامى وبالأرامل، كل من فيه ضعف وصى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك إذا أعنت أخاك أعانك الله، وإذا كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك. فشتان ما بين أن تكون حاجتك بالله وأن تكون حاجتك بنفسك. ولذا فهم ذلك المسلمون ولم يفهم ذلك غير المسلمين، يتجرون بالضعفاء والمرضى والمزامن، ولذا ينشئ عندهم فكرة القتل الرحيم، ويريدون أن يتخلصوا من هؤلاء الضعفاء ويشيعون فكرة القتل الرحيم، لأنهم يكلفون الدولة وأنها أفواه تأكل وأيادي لا تعمل، فهي تعتبر مستنفذة للاقتصاد والمال، لأنهم لا ينظرون إلا بنظرة عين واحدة للحياة الدنيا، ولا ينظرون إلى العين الأخرى التي هي عين الآخرة، العين التي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا كان رمز الكافر هو الدجال الأعور، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. والمؤمن له عينان، عين على الدنيا وعين على الآخرة، فرمز الكفر العور والنظرة العاجلة للأمور والذهاب في حياته الدنيا كل حياته بحثا عن اللذة، اللذة العاجلة. والمؤمن يبحث عن السعادة، والسعادة تدوم واللذة تزول، وهناك فرق كبير بين السعادة واللذة. فاللذة يعقبها ندامة ويعقبها حسرة،
ويعقبها اكتئاب ويعقبها ملل، أما السعادة يعقبها رضا وسكينة ويكون فيها يقين. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن السعادة في الرضا واليقين، وإن الشقاء في السخط والدجر. فلما كانت الأمانة بهذه الأهمية، فإياك أيها المسلم أن تخون أخيك المسلم، وإياك أن تخون إخوانك المسلمين في مالهم العام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس الضجيع. وكانت صفات الأنبياء الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، هذا صفات الكمال، والخيانة عكس الأمانة. فإياك أن تكون خائنا لا في مالك الخاص فتسيء استخدامه، ولا في المال العام فتضيع فائدته على إخوانك من المسلمين. والمال العام حرمة التصرف فيه بطريقة سيئة أشد من حرمة تصرفك في مال اليتيم. فكل المسلمين يستعيذون من الله من أكل مال اليتيم، ويقول: أنا لا أكل مال اليتيم، لأن الآية تقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالكل يستعيذ من أكل مال اليتيم، لكن ليس الكل يستعيذ من أكل المال العام. والمال العام أخطر من مال اليتيم، لأن المال العام حق لكل المسلمين، فيدخل فيهم الأيتام والعجزة وسائر المسلمين. فإذا تعلق المال العام بذمم كثيرة، كان استرضاء هذه الذمم إذا تعديت عليه من المحال. أما إذا تعديت على مال فرد يتيم، فأنت تستطيع أن تذهب إليه وترد إليه مال، وتستسمحه وتأخذه في حضنك وتقبل يده ليسامحك، وانتهى الأمر. لكن من أخذ المال العام، من يستسمح وكيف يستسمح؟ فإذا كنا مثلا في مصر 100 مليون إنسان، فالمال العام 100 مليون لهم حق فيه. فإذا أسأت استخدام المال العام، فكيف تستسمح 100 مليون؟ وإن استسمحتهم وسامحوك، كيف تستسمح الأجيال التي سوف تأتي من بعد؟ لأن المال العام تستعمله جيلا بعد جيل. أمثلة المال العام في مصر مثلا: نهر النيل. نهر النيل إياك أن تفسده، وإياك أن تلوثه، وإياك أن تبني على شاطئه بغير إذن ولو مسجد، لأن هذا مال عام وليس مال خاص. والمساجد لابد أن تكون من مالك الخاص. من بنى لله مسجدا، أي مسجدا من ماله الخاص ومن أرضه الخاصة المملوكة. أما تأتي على المال العام ثم بعد ذلك في الليل أو في غفلة من الحكومة تحوطها بسور، ثم بعد ذلك تجمع التبرعات لبناء مسجد، ونحن رأينا كثير من الفرق الجاهلة التي تدعي الدين ولبست نصوح العلماء، كم من مسجد بنوه على أملاك الدولة والأموال العامة واعتادوا الصلاة فيه، فصارت الصلاة في المساجد هذه في أرض مغصوبة لا قبول فيها ولا بركة. فكم صلوا فيها ولم تنر قلوبهم بأنوار الذكر، وكم تلوا فيها القرآن ولم يشعروا بحلاوة القرآن، وعانينا منهم الكثير. يبنون المساجد على شواطئ النيل أو على حرم السكة الحديد أو حتى على حريم الرصيف العام الذي يسير فيه الناس حتى يتجنبوا السير في عرض الطريق الذي تسير فيه السيارات. يأتيك في جزء من الرصيف ويحوطه ويجعله مصلى ويؤذن ليصلي الناس ويضيق على الناس سيرهم، ويضطر الطفل والصغير والضعيف أن يسير في نهر الطريق فيتعرض للحوادث. هذا كله سوء تصرف في المال العام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يعني إياك أن تأخذ مال ليس لك ثم توظفه للخير وتظن أن لك ثواب، والله يقبل، الله لا يقبل صدقة من غلول. والغلول هو الخيانة واختلاس المال العام والتصرف فيه بغير إذن المالكين أو بطريقة تمنع الانتفاع به العام، كطرق المسلمين والأرصفة التي يسيرون فيها وعواميد الأنوار التي تنير للناس وأسلاك الكهرباء وكابلات الكهرباء وغطيان البلاعات التي تراها في الشوارع تمنع سقوط الأطفال وهم يلعبون، وكذا سقوط السيارات، ونحن نرى كثير من المحترفين في سرقة غطيان البلاعات
وكابلات الكهرباء، حتى أن بعضهم من خسته يسرق خلسة قضبان السكة الحديد، فيأتي القطار يسير فلا يجد قضيب فتحدث حوادث في القطار. كل هذا من أكبر الكبائر عند الله، وهذا أكبر وأعظم عند الله من أكل مال اليتيم. كنت طفل صغير أركب مع جدي رحمه الله، وركبنا الأوتوبيس ككثير من الناس نركب الأوتوبيس، ونحن كنا أطفال نحب ألا يأتي الكمساري حتى ننزل، فنكون قد ركبنا ولم ندفع شيء. كنا أطفال ننظر أن هذا يعني يفيدنا بأننا وفرنا ثمن الأجرة، وفي نفس الوقت قطعنا المسافة التي نريد أن نقطعها بسهولة. فركبت مع جدي ولم يأتي الكمساري وننزل المحطة القادمة، فوجدت جدي ينادي على الكمساري حتى يدفع له الأجر. تعجبت، قلت له كنا ننزل على طول وما جاش. كتفكير أي واحد في سني، كنت ساعتها يمكن في رابعة ابتدائي خمسة ابتدائي، احنا كنا ساعات نتشعبط في الترمي علشان نقضي مشوارين كده محطتين عشان ننزل قرب المدرسة أو قرب النادي، ونبص الكمساري راكب في أي محط في أي قطار ونركب في القطار التاني علشان ما يجلناش. كل هذا تلاعب في أموال الناس. فلما سألت جدي لفت انتباهي وقال لي هذه خدمة عامة فيها موظفين، وهذه السيارات تحتاج لصيانة، وهؤلاء يحتاجوا مرتبات، فإذا لم تدفع الأجرة وغيرك لم يدفع الأجرة خربت هذه الهيئة كلها، فإذا خرجت لا تجد ما يحملك لقضاء مصلحتك، فعليك أن تساهم بالأجرة حتى لا تنخرب هذه الهيئة. ونحن نعلم أن السكة الحديد فسدت لأن كان 40% من ركاب القطر لا يدفعوا أجرة، 40% من ركاب القطار على مدى 20-30 سنة، فقلت الموارد وقلت الخدمات وقلت الصيانة فكثرت الحوادث. كل ذلك لأنك استحللت المال العام. إياك أن تستحل المال العام. أحيانا نركب في القطار أو في الأوتوبيس العام وتجد من بيده موس، طفل مؤذي يقطع الجلد الذي على الكراسي، أو يخربش الدهان الذي على الجدار، ويكون أبي معه ويكون أيضا أمه معه ولا تنهى ولا تمنعه. وهذه المظاهر كلها ضياع لمال العام، فهي أخطر من أكل مال اليتيم، أخطر كثيرا من أكل مال اليتيم. كان لي أيضا جد آخر كان يعمل في القضاء، وكانت هناك عربية توصله من عمله إلى بيته ومن بيته لعمله، وكان له ابن في مدرسة قريبة من محل سكني، فكان السائق يراه كل يوم ينزله أمام بيته فلا يدخل البيت بل يسير ويدخل شارع آخر حتى يأتي بابنه من المدرسة. فاقترح عليه السائق وقال له نذهب أولا للمدرسة تأتي بابنك ثم أنا. قال لا، لأن الحكومة صرفت لي هذه السيارة مقابل وظيفتي من بيتي للعمل وليس من بيتي لمدرسة ابني. انظر هذه اللطائف التي كنا نراها في أجدادنا، لأنهم تعلموا الدين على حق وتعلموا الإيمان على حق. فإياك أن تستفيد بمال عام دون أن تدفع أجرة ما استفدت به. متر الأنفاق بعد 5 سنوات من تشغيله فسد بسبب تزويغ المزوغين وعدم دفع الأجرة، فقلت الموارد فقلت الصيانة وتقل المرتبات وتقل الخدمة، وبالتالي أنت مساهمتك بالمحافظة على المال العام تساهم لنفسك بحياة كريمة، ويكون تصرفاتك كلها تصرفات حكيمة. تصور أنت تذهب للامتحان وتقول يا رب نجحني، ثم تزوغ في المواصلات فلا تدفع الأجرة، فتكون مرتكب كبيرة من الكبائر قبل أن تذهب للامتحان، تكون مانعا في توفيقك في إجابتك، وتقول يا رب أنا ذكرت ودعوتك وأنت لا تستجيب، لماذا لا تستجيب؟ العيب فيك، العيب فيك، الله يستجيب والعيب فيك. ولذا يقول سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. انظر، قال سواء عليهم لا عليك، فالعيب ليس في استغفارك يا حبيبي،
ولكن العيب فيهم، استغفارك بسبب عيبهم منع قبول استغفارك فيهم، فيكون أحيانا الدعاء مستجاب قطعا، والذي منع منظور إجابته هو سوء فعلك وسوء تصرفك. فراقب نفسك في كل أحوالك. إياك أن تأكل مالا حراما أو تتصرف في مال عام، كماء الصنبور في المساجد مثلا، تدخل في ميضاءة المسجد أو في المكان العام المصلحة العامة تقضي حاجتك وتترك الصنبور مفتوح دون أن تغلقه. هذا المال الذي في صورة ماء ينزل حتى يأتي من بعدك إنسان بعد ساعة يدخل فيجد الصنبور مفتوح، هذا الماء الذي نزل له مال يقدر، في عداد بيحسب، أنت ضيعته. أنت في بيتك إذا طلع النهار لا تضيء المصابيح، وأنت في مصلحتك الحكومية تضيء جميع المصابيح في عز النهار، فأنت تضيع مال الحكومة. هذا ما يحدث ولا لا يحدث؟ أنا كنت أسير في مستشفى أحمد ماهر وكنت أعمل فيه أكثر من 20 سنة، أمر في الطرقات أطفي الأنوار بعد ما أمر على المرضى، يتعجبوا كل الأنوار مفتوحة، يروحوا فتحينها بعد، أقول لهم اللي فتحها بعد أنت بتفتح نورك طول النهار في بيتك ولا في النهار بتطفي النور وبالليل تفتح النور؟ مش معنى في المستشفى، من المستشفى ريما العام بيتعالج فيها كل المرضى مجاني، يعني كل واحد في المصريين له حق فيها، فازاي انت تسيء التصرف؟ يدخلوا يستعملوا دورات المياه بطريقة تجعل الصنبور ينخرب وتجعل المرحاض ينسد، رأينا هذا بأعيننا في حياتنا كلنا في مصالح كثيرة، تدخل المراحيض يكون في 10 مراحيض تجد 9 منهم مسدودين غير صالحين للاستعمال، لأن هناك من رمى فيها كيس ورمى فيها، وأنت في مرحاض بيتك عمرك ما ترمي هذا. عليك أن تحافظ على المال العام، محافظتك على مالك الخاص، سواء هذا يكون أرض عامة جعلها الله متنزه للناس كالحديقة العامة الكل يتنزه فيها، فإياك أن تذهب لهذه الحديقة أو تقطف الثمار وتقطف الورد الذي يستفيد به غيرك بالنظر إليه وجماله، وإياك أن تضع القمامة في كل طرق المسلمين حتى لا تقبح قدرك المسلمين، كل هذا سوء تصرف في المال العام يمنعك من قبول الدعاء منك، والإنسان يفعل ذلك بسجيته دون مراعاة، ولكن يقول أدعو الله ولا يستجيب لي، والعيب فيك، سواء عليك دعوت أم لم تدعو لا يستجاب لك، العيب فيك وليس العيب في وعد الله. فراجع نفسك وراقب نفسك في استعمال مالك الخاص وفي استعمال مالك العام، فمالك الخاص تسأل عنه، وسوء استعمالك في المال العام تسأل عنه يوم القيامة. مصباح المسجد، هناك من تخصص في سرقة مصابيح المساجد ومراوح المساجد حتى مصاحف المساجد. أول أمس كنت أصلي الظهر في مسجد سيدي المرسى أبو العباس بالإسكندرية، وجاء أحدهم حتى يسلم علي فقال وسألني، كنت أصلي السنة قبل الإقامة فوجدت واحد يسرق حذائي، فتركت السنة وأخذته وأخذت منه الحذاء وسلمته للشرطي على باب المسجد، فهل تركي للصلاة هذا جائز؟ قلت له جائز لا شيء فيه. هناك من تخصص في سرقة حتى أحذية المصلين، كل هذا من الحرام الذي يكون أشد حرمة من أكل مال اليتيم، ولذا ندعو ولا يستجاب لنا، فالعيب فينا وليس العيب في وعد الله، فالله يقول ادعوني أستجب لكم، فنسأل الله أن يبصرنا وأن يعلمنا، والله يقول في القرآن ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كل ما أخذته من الحرام تأتي به يوم القيامة تحمله على رقبتك حتى تكون فضيحة يوم الفضيحة، فنسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم من أكل أموال الناس بالباطل، وأن يجعل طعامنا حلالا وثيابنا حلالا وحركتنا في الدنيا طاعة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، عباد الله، من خطورة المال العام وردت أحاديث كثيرة يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وكان في غزوة خيبر وقد جاء سهم فأصاب خادم من خدام النبي
عبد مولى من موالي النبي كان أسود يخدم النبي ويشيل له متاعه. أشرف خدمة وأشرف وظيفة أن تخدم هذا النبي وأن تكون في خصة حالي. فكان في وظيفة شريفة، خرج مع النبي في جهاد في فتح خيبر، ما فيش لا يوجد أشرف من ذلك، يصلي خلف النبي الصلوات ويكبر خلف النبي، يسمع النبي، يكلم النبي فالنبي يجيبه، يأكل مع النبي. انظر إلى هذه الخصائص التي نتمناها ولو في المنام. هذا الرجل جاءه سهم فمات، فقال له الصحابة هليئا له بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، إنه يتقلب في النار في شملة غلها من غنيمة خيبر. يعني خد حتة قماشة لف بها جسمه من الغنيمة قبل ما تقسم، متصور إنها حتة قماشة بسيطة ولا شيء فيها. فإياك أن تحقر من المعروف شيء أو تحقر من الحرام شيء. فهذا خدمته للنبي وصلاته خلف النبي وجهاده مع النبي، كل ذلك لم يشفع في المال العام لخطورة المال العام. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، حتى أن النبي يقول إنه من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فيأتي يوم القيامة الإنسان اللي خد حاجة لا تحق له ولا تحل له، سواء من مال خاص أو من مال عام، يأتي يحملها يوم القيامة أمام الناس. حتى أن النبي يقول إن كان شاه فالشاه تيعر، وكذلك الجمل له ذؤار، وكل ما يحمله ينادي عليه انظروا إلى هذا الخائن، انظروا إلى هذا الذي غل في حياته وخان المسلمين. فإياك إياك أن تكون خائنا للمسلمين ولو بقصد طيب، كما فعل الجهلة بأخذ الأراضي التي يملك الدولة ويبنوا عليها المساجد ويبنوا عليها بعض المستشفيات والمستصفات الخيرية ويظن أنهم يصلحون وهم يفسدون. إياك إياك أن تكون بهذا الجهل. نسأل الله أن يعلمنا وأن يرقينا وأن ينقينا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسرنا نحن وسائر المسلمين لليسر، وجنبنا وجنبهم العسرة، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل كل حزن يقابلنا في دنيانا سهلا بك العالمين، وبلطفك بينا وبتوفيقها وبمدد حبيبك المصطفى الرحمة للعالمين وبشفاعته فينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبيبنا المصطفى وبأنبيائك الصالحين وعبادك الصالحين وتسبيح المسبحين ودعاء الداعين وتلاوة التالين وذكر الذاكرين وبالملائكة المقربين أن تغفر ذنبنا وتستر عيبنا وتلهمنا رشدنا يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والوباء والأمراض من بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أمنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، انصر الإسلام والمسلمين، أزل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم يا رب العالمين بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا، وبارك لنا في أبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا وأساتذتنا، وبارك لنا في آل بيت نبينا وعلمائنا وأهل القرآن فينا، وبارك لنا في أمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، شفع فينا صالحين، اللهم شفع فينا نبينا وحبيبنا وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجعله روحا لذاتنا من جميع الوجوه يا رب العالمين، اجعله أسوة لنا في كل أحوالنا، اجعله قبلة لقلوبنا. اللهم أذقنا حلاوة وسر قولك واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نحيا بها ونتحرك بها ونتنفس بها ونعبدك بها. فمن كان النبي فيه كان في أمانك
يقول سيدنا إبراهيم: من تبعني فإنه مني، ومن كان النبي فيه صار النبي منه، ومن كان منه النبي لا تقربه النار، بل لو دخل النار صارت جنة. اللهم يا رب العالمين اجعل جنتك حبنا لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفته معرفة كاشفة لفضائله وفواضله، نسلم بها من وادي الجهل بك وبي في مخارج الأمر ومداخله. اللهم يا رب العالمين أعد إلينا الحرمين الشريفين كما كان يا رب العالمين، يسر لنا ولسائر المسلمين الذهاب إليه والإقامة فيه والزيارة الشريفة يا رب العالمين كما كانت وأيسر مما كانت يا رب العالمين. وأعد إلينا المسجد الأقصى من ناس اليهود، وأعنا على الصلاة فيه، ووفقنا أن نصلي فيه قبل أن نتوفى يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا ظالما إلا رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته يا رب العالمين. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب. اللهم اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، واحفظنا في ذريتنا إلى يوم الدين من كل بلاء وفتنة ووباء يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.